بسم الله والابن والروح القدس والاله الواحد امين. نكمل اصحاح 13. ان كنت اتكلم بالسنه الناس والملائكه ولكن ليس لي محبه فقد صرت نحاسا يطن او صمجا يرن. وان كانت لي نبوه واعلم جميع الاسرار وكل علم وان كان لي كل الايمان حتى انقل الجبال ولكن ليس لي محبه فلست شيئا. وان اطعمت كل اموالي وان سلمت جسدي حتى احترق ولكن ليس لي محبه فلا انتفع شيئا. المحبه تتأنى وترفق، المحبه لا تحسد، المحبه لا تتفاخر ولا تنتفخ ولا تقبح ولا تطلب ما لنفسها ولا تحتد ولا تظن السوء ولا تفرح بالإثم بل تفرح بالحق وتحتمل كل شيء وتصدق كل شيء وترجو كل شيء وتقدر على كل شيء. المحبة لا تسقط أبدا. أما النبوات فستبطل والألسنة فستنتهي والعلم فسيبطل، لأننا نعلم بعض العلم ونتنبأ بعض التنبؤ، ولكن متى جاء الكامل فحينئذ يبطل ما هو بعض. لما كنت طفلا كنت كطفل أتكلم، وكطفل كنت أختم، وكطفل كنت أفتكر، ولكن لما صرت رجلا أبطلت مال الطفل. فإننا ننظر الآن في مرآة في لغز، ولكن حينئذ وجها بوجه. الآن أعرف بعض المعرفة، لكن حينئذ سأعرف كما عرفت. أما الآن فيثبت الإيمان والرجاء والمحبة، هذه الثلاثة، ولكن أعظمهما المحبة. إذا كان بيقولوا على الإصحاح ده هو أنشودة المحبة، وأنا ده من أروع الإصحاحات اللي موجودة في الكتاب المقدس. الحقيقة أن بولس من خلال الإصحاح ده بالذات، وإذا كان بيربطه بالإصحاح اللي قبله أو بالكلام اللي قبله، أن فيه هبات روحية ومواهب روحية كتيرة لناس مختلفين. لكن من خلال الإصحاح ده عايز يقول أن أي موهبة للإنسان ايا كانت لكن خاليا من المحبة فلا جدوى منها ولا نفع. ان المحبة دي اعظم موهبة واعظم ثمرة من ثمار الروح القدس اللي لازم تلازم كل موهبة، وكل موهبة لازم تبقى مبنية على فضيلة المحبة في حياة الانسان. فابتدى يتكلم عن أهمية المحبة وضرورتها وعظمتها وصفاتها. لكن تعالوا نشوف ايه المحبة اللي بولس الرسول قال للناس جدوا للمواهب الحسنة وانا اريكم طريقا افضل. اذا كانت الناس ليها مواهب وكل واحد ليه موهبته الخاصة او المختلفة، فالمحبة هي المتاحة لكل فرد انه ياخدها. يعني يمكن ربنا ما يدينيش الا النبوة او ما يدينيش الا الحكمة، لكن المحبة دي الموهبة اللي لازم كل واحد ياخدها تبقى عنده. ما ينفعش ان محدش تبقى عنده هذه المحبة، لان كلمة المحبة كلمة استحدثها بولس الرسول، وكلمة استحدثها عمل المسيح في العالم. العالم ما كانش يعرف كلمة المحبة اللي كتب عنها بولس الرسول. كان العالم اليوناني يعرف كلمتين تاني. كلمة المحبة اللي استخدمها لما جه كتب المحبة باليوناني هي كلمة أغابي اللي احنا عارفينها. العالم ما كانش يعرف الكلمة دي خالص. ما كانش يعرف كلمة أغابي دي خالص او المحبة المسيحية. اللي كان يعرفه العالم في ذلك الوقت كلمتين تانيين، ايروس، ودي المحبة الشهوانية. هما في اختلاف كبير ما بين كلمة محبة والايه والشهوة. اول ما يتكلموا على الحب العالمي
هو الحب الايه الشهواني اللي هو اللي يعرفه العالم اللي اسمه ايرس. ده الحب، الحب الذاتي، الحب اللي بيبقى متجه الى داخل الانسان، مش حب بيعطي لكن حب بياخد عايز يتمتع. ده الحب اللي اسمه ايرس، الحب الجنسي او الحب التلذذي. والكلمة التانية اللي كان يعرفها العالم هو فيليا. فيليا ده محبة الصديق للصديق، اللي هو المحبة النفعية، تحبني احبك، تديني اديك، لكن تكرهني اكرهك. العالم كان يعرف الايرس والفيليا لكن ما كانش يعرف الاغابي، لان الاغابي هي المحبة اللي بتدي باستمرار دون ان تأخذ او تطلب انها تاخد. المحبة اللي متجهة للخارج مش اللي متجهة للداخل، لا، اللي عايزة تدي الاخرين او تقدم للاخرين. فالمحبة ده هي ما كانش العالم يعرفها، محبة الاغابي ما كانش العالم عنده اي فكرة عنها. فاصر بولس الرسول انه يقول ان المحبة دي هي اساس كل موهبة، وهي لازم ترافق كل موهبة، وكل واحد فينا يقدر يبقى عنده ده او الموهبة دي من المحبة. فيقول ان كنت اتكلم بألسنة الناس والملائكة، يعني اذا كنت بتكلم بكل لغات الناس اللي بيعرفوا ينطقوا بيها، يعني متكلم كويس، ومش بس بألسنة الناس لكن بألسنة الملائكة. الملائكة منهمش لسان، لكن عايز يقول ان انا بتكلم بلغة السمائيين، لان الملائكة بيتفهموا، لهم لغة تخاطب تفاهم، فاحنا منهمش لسان لان منهمش بق، لكن في لغة تخاطب وتفاهم بينهم. فبيقول اذا كنت انا متكلم، بعرف اتكلم كويس بكل ألسنة الناس، بلغات الناس، ومش بس بألسنة الارض لكن كمان بلغات السماء، لكن ليس لي محبة، لكن ماليش محبة الاغابي دي، فقد صرت نحاسا يتم او سمجا يرن. النحاس يتم يعني لما تخبط النحاس كده يرن، يعمل صوت جامد، يعمل دوشة، لكن ما يطلعش نغم. او الانسان يعرف يتكلم كويس بكل اللغات حتى بلغة السماء، لكن ما فيش في قلبه محبة، عمره ما يطلع شيء مفهوم، يعمل دوشة بالكلام بتاعه لكن ما يطلعش نغمة. ما نقدرش ناخد موسيقى من الخط اللي ملوش معنى، طيب طلع صوت لكن ملوش فرحة، ملوش تعزية. فالمحبة هي النغمة اللي بتدي معنى لكلام الانسان ولغات الانسان. فكان النحاس اللي بيطن او الصنج اللي بيرن ده يعمل دوشة لكن ما يقدرش يقدم شيء ينفع الانسان. وان كانت لي نبوة واعلم جميع الاسرار، يعني اذا كنت عرفت كل اسرار الله وارادة الله ومقاصد الله وافكار الله، عرفت كل حاجة، لكن ماليش محبة، عندي كل علم لكن ماليش محبة، فلا اساوي شيء. ده مش بس كده، وان كان لي كل الايمان، ده المسيح قال اذا كان ليكم ايمان مثل حبة خردل، حبة خردل دي حاجة ايه صغيرة تقدر تنقل جبل. فبقول بقى مش ليا ايمان زي حبة خردل، ده انا ليا كل الايمان، اقتنيت كل الايمان، لكن ليس لي حتى انقل الجبال، لكن ليس لي محبة فلست شيئا. اذا المحبة لابد انها تلازم كل المواهب اللي موجودة عن الانسان. تقول لي ممكن انسان يبقى عنده ايمان وما عندوش محبة؟ اقول لك اه ممكن اوي. ان الايمان اللي عنده ده مجرد معتقدات هو بيصدق فيه، مبادئ افكار، لكن مش عايش.
رأي قصة لطيفة قريتها. واحد بيشتغل عند واحد مسيحي صاحب عمل، فجات للموظف ده هو أزمة قلبية وكان عنده شغل كتير، فكلم صاحب العمل عشان يعتذر له، وكان صاحب العمل ده يعني عضو كبير قوي في الكنيسة. فقال له ان انا تعبان ومش قادر اتحرك ومش هقدر اجي الشغل، وانا عارف ان في شغل كتير. فكان رد المدير بتاعه اللي هو مسيحي ده مش يقول له سلامتك، او يقول له احنا قلقانين عليك بس انت خف وشد حيلك وتعالى قدم له محبة. قال له لا، قال له عايز تيجي تيجي، مش عايز تيجي ما تجيش، انا عندي ايمان اني هقدر اخلص الشغل من غيرك. عنده ايمان، عنده ثقة انه هيقدر يخلص الشغل، لكن ما عندوش محبة. يبقى ما قدمش صورة المسيح، وان افتكر انه عنده ايمان، الايمان ده يديله مقدرة انه ينجز معجزات وينقل جبال. ايوه طبعا ايمان، وانا عندي ايمان ان انا هخلص الشغل بربنا. وهو مش كل واحد بيدعي انه بيعرف ربنا في علاقة بربنا. عشان كده المحك اللي يريني كنت صح ولا غلط في كل اموري هو وجود المحبة الاغادي، مش محبة الايروس الشهوانية اللي متجهة للداخل، لا دي المحبة اللي معطية وتعطي دون ان يكون لها رجاء في ان تأخذ، تعطي بالرغم من كل الظروف، تعطي بلا مقابل. دي المحبة اللي محطوطة صح. وان اطعمت كل اموالي، يعني لو اخدت كل اموالي واكلتها للمساكين والفقراء لكن ماليش محبة، كل ده ولا شيء. تقول لي ازاي واحد هيدي كل امواله من غير ما يكون بيحب؟ ممكن يدي كل امواله تفاخر كبرياء عايز يمتلك الاخرين، لكن مش لانه بيحبه. ده اكتر من كده، وان سلمت جسدي حتى احترق، يعني تعذبت وعذبت هذا الجسد حتى درجة الاحتراق. ممكن واحد يستشهد ويموت من غير ما يكون بيحب، يقول لك في كتير قوي. في واحد بيموت ويستشهد نتيجة تعصبه لفكرة معينة، عشان كده تبص تلاقيه هو بيموتوه عمال يشتم في الكفرة اللي عملوا فيه وسووا فيه، وربنا هينتقم منكم وربنا هيعمل فيكم ويسوي فيكم. شيوعيين، ما هو تعذبوا، وفي منهم كتير ماتوا من اجل مادة هو متعصب ليه وبيحامي عنه. مثل الاديان التانية، ما هو بيموت وبيموت وهو بيعتبر نفسه شهيد، لكن عمال يدعي على الناس اللي موتوه وان ربنا هينتقم وان ربنا هيخرب بيتهم وان ربنا هيساوي وهيساوي، بعكس الشهيد المسيحي الحقيقي استفانوس بيموتوه لكن في قلبه محبة تجاه اللي بيرجموه، يا رب لا تقم لهم هذه الخطيئة. فاستلمت جسدي حتى احترق ولكن ليس لي محبة فلا انتفع شيئا. يبقى فهمنا ايه مفهوم المحبة اللي هي محبة الاغابي، ايه اهمية المحبة، ان بدون المحبة لا لاي موهبة قيمة على الاطلاق. طب ايه صفات المحبة دهيت؟ ده اللي بيكمله بقية الايات وبيذكر صفات كتيرة جدا عنها. يوم المحبة تتأنى، اول صفة من صفات المحبة انها تاخد الطرف الاخر واحدة بواحدة، تتأنى عليه مش مستعجلة ابدا عليه، لان هو بيعمل نفس اللي ربنا بيعمله معاه هو بيعمله مع الاخرين.
اللي بيحب الاخرين بيتأنى عليهم زي ما ربنا بيعمل معاه هو بيعمل مع الاخرين. عشان كده هنسأل سؤال في الاخر ونقول اجيب منين المحبة دي اللي بيقول عليها بولس؟ اجيب منين المحبة دي؟ كيف اقتني تلك المحبة؟ اجيبها منين؟ يعني ايه من عند ربنا؟ اخدها من ربنا ازاي؟ اخدها من ربنا ازاي المحبة دي؟ يعني ايه احب بعضنا البعض؟ اجيب قدرة ان انا احب التاني ازاي منين؟ طب هشوف ربنا بيتعامل معايا ازاي وانا هتعامل معاه؟ اجيب مقدرة اني اتعامل مع الناس زي ما ربنا بيعاملني ازاي؟ ايه كلمة واحدة بس؟ علشان تبقى فيك محبة المسيح لابد ان تقتني المسيح ذاته. انك تتحد بالمسيح فتبقى كل امكانيات محبة المسيح فيك. لكن نحاول ان احنا يعني نمثل على الناس ان احنا بنحبهم او نقدم لهم محبة من عندنا ما نقدرش. هنتعب ونزهق ونمل وحنضجر من طلباتهم. لكن لو انا متحد بالمسيح خدت امكانيات المسيح هقدر اقدم محبة بتاعت المسيح لكل انسان. عشان كده زي ما ربنا تأنى معايا انا هقدر اتأنى مع الاخرين. زي ما ربنا بيغفر لي انا هغفر للاخرين. والتأني على فكرة انك تطول بالك على الناس ده مش علامة ضعف، انك مش لانك مش قادر عليهم انت مستني، لا ده التأني علامة قوة، علامة طول البال. عشان كده التأني مش بس تأني اديني مستنيكوا هتتصرفوا كويس ولا مش هتتصرفوا كويس، هتسلكوا معايا ازاي، هتتصلحوا ولا مش هتتصلحوا، لا يقول تتأنى وترفق. ترفق يعني تبقى حنين على الاخرين في تأنيها، مش تتأنى بدبر على الاخرين، لان ربنا برضك بيتأنى عليا في رفق وفي حنو. المحبة لا تحسد، اللي في قلبه محبة ما يحسدش غيره. والحسد فيه نوعين من حسد. النوع الاولاني ان انا اشوف حاجة في ايدي غيري او عند غيري تبقى عايزها تبقى عندي ليا، ده الحسد. يعني درجة محتملة هقدر اقول عنها ان مش يعني ممكن الانسان يبقى عنده التطلع انه شايف حاجة تانية عند واحد تاني عايز يبقى عنده. لكن الحسد الاخطر بقى ان انا اشوف عند اللي غيري حاجة واتمنى من كل قلبي مش انها تبقى لي، انها تروح منه او ما تكونش عنده. ده الحسد اللي ناتج عني كراهية، ما بحبش الخير لغيري. مش بس انا عايز الخير ليا، لا ده انا كمان مش عايز الخير يبقى عند غيري. دي الدرجة الاصعب من الحسد. عشان كده المحبة ما تعرفش الحسد. اذا رأيت حاجة عند غيرها بتفرح له وتتمنى دوامها مع الغير. المحبة لا تتفاخر. ممكن اقدم محبة للناس لكن اقدمها بتفاخر. تفاخر يعني ايه؟ انما اشعر من احبهم انما بتفضل عليهم، بمنحهم امتياز، ان انا بديهم، بقدم لهم محبة. ده انا بعمل لكم، ده انا بسوي لكم. الحب الحقيقي حب متواضع ما ينتفخرش. يشعر باستمرار ان مهما قدم ومهما اعطى للاخرين فده لا يكون اي شيء يكفي للتعبير عن حبه ليهم. تسمع التعبير ده يقول لك لا لا دي حاجة ايه بسيطة بس، يعني انت بيقدم حاجة ويقول لك دي حاجة بسيطة بس مش بيقولها كلمة كده، لا هو فعلا حافز ان اللي بيقدمه للاخرين ده حاجة ايه بسيطة لانه بيحبهم محبة كبيرة لكن مش قادر يعبر عن المحبة دهيت. وحتى لما بيقدم ما بيبقاش منتظر انه ياخد مقابل من مديح او من شكر يتفاخر بيه
نتيجة تقديمه هذه المحبة. عشان كده المحبة لا تتفاخر. يبقى هو هو مش قادر يدي ومش عارف يدي لانه لسه ما اقتناش المسيح. لكن لو هو مقتنى المسيح ومتحد بالمسيح مش هيضطر انه يضغط على نفسه ويعصر نفسه علشان يدي، لكن هيلاقي نفسه بيفيد تلقائيا. التدريب اللي بيعمله التدريب والتدريج اللي بيعمله هو درجة اتحاده بالمسيح. المحبة لا تنتفخ، مش بس لا تتفاخر، لا تنتفخ. الناس ما تحبش الانسان اللي عامل نفسه مهم. مهم يعني حاجة الكل في الكل، يعني زي ما بيقولوا يطفي على نفسه كده هالة من النفوذ والسلطان ويخلي كل اللي حواليه شعارين ان هم محتاجين له، يسموه عبد المهم. يعني الانسان اللي بيحب صح ما ينتفخش على الاخرين اطلاقا، لكن محبته منطبعة. تسمعوا عن واحد من المرسلين اللي خدموا ربنا خدمة جبارة جدا خصوصا في الهند، اسمه ويليام كاري. ويليام كاري ده اجاب انه يتكلم عدد كبير جدا من اللغات وترجم الكتاب المقدس للغة الهندية ونشر الكتاب المقدس في الهند. الراجل ده قبل ما يبقى مرسل في الهند كان بيشتغل اسكافي، اسكافي يعني جزماتي. بعد ما اتشهر وترجم الكتاب المقدس وبقى انسان معروف خالص، كانت حفلة كده فحب واحد يعني ان هو يهزقه. هو قال الناس كلها بتكرمه طبعا لانه ساعد على نشر الكتاب المقدس في الهند والمسيحية. فجاله الانسان ده هو اللي عايز يعني يشوه صورته وقال له اظن انك كنت، يعني هو قالها له الطريقة، اظنك كنت صانع احذية. فويليام كاري كده بص له وضحك قال له لا يا سيدي، اني كنت اسكافيا فقط اصلح الاحذية. ما قالوش انا صانع احذية، قال له لا ده انا كنت بصلح الاحذية القديمة. فهو جنب بذل، والراجل ده يعني تعرض لخطورات ومضايقات والام كتيرة جدا وبذل، لكن بالرغم من اللي بذله ما انتفخش، ما تكبرش ولا تقبح، ما تطلعش كلمة مهمة للاخرين. اللي في قلبه محبة ما يهنش الاخر، ولا تطلب ما بنفسها، ما بتدورش على اللي ليها لكن بتدور على الاخرين. واذا كانت الناس نوعين، نوع باستمرار يدور على حقوقه عاوز وعاوز وعاوز، ونوع اخر يدور على حقوق الاخرين ويسأل نفسه عن الواجبات اللي عليه. لكن المحبة بقى هي لا تطلب ما لنفسها، تهتم بما للاخر وما تحتد. ايه هو الاحتداد؟ لا مش الاعتراض. نرفز يعني ايه؟ يكره الذين يكرهونه. يعني لو حد ضايقه يضايقه، لو حد كرهه يكرهه، اللي هي النرفزة. اليوم ان المحبة ما تعاملش الاخرين بالمثل، لكن المحبة تظل ثابتة دائمة. احنا قلنا المحبة اللي بنتكلم عليها مش محبة بشر. اللي يتحد بالمسيح يبقى عنده امكانيات المسيح،
ما يقولش ان انا بشر ولازم اعامل الناس كده. انت مش لوحدك، لكن انت بالمسيح. احنا قلنا المحبة اللي بنقدمها ما بتستناش مقابل، مش مستنية ان هو يرد لي الجميل اللي انا عملت له فيه. لا تظن السوء، ما بتفكرش غلط في الاخرين، ومش بس ما بتفكرش غلط في الاخرين لكن تنسى للاخرين اخطائهم. ده في ناس يقعدوا يحتفظوا بحاجات عندهم علشان تفكرهم بإساءات الآخرين ليهم، يفضل فاكرها له وشايلها له بعلامة، لأنه ما بيقدرش ينسى للآخر. لكن المحبة تتناسى حتى تنسى، تتناسى حتى تنسى، يعني تفضل تتناسى كده بإرادتها إساءات الآخرين حتى إنها تنساها فعلا، وما تحتفظش بأي شيء يذكرها بكراهية الآخرين أو بإساءة الآخرين، ولا تفرح بالإثم. وكان إحنا محتاجين للحتة دي بالذات في المحبة. يعني إيه لا تفرح بالإثم؟ بعض الناس تفتكر يعني ما تفرحش باللذة او بالخطية. لا مش كده. لما بنسمع اشياء مهينة عن الاخرين او مطالب عن الاخرين او فضايح عن الاخرين او مآسي عن الاخرين، نفرح جدا ونتلذذ. يلاقوا حاجة غريبة جدا في الانسان، ان الانسان يتلذذ جدا انه يسمع اخبار سيئة عن الاخرين، عن فضايحهم ومصايبهم وسلوكياتهم الغلط، اكتر لانه يحب يسمع عن ان الناس التانيين كويسين وحلوين وبيصنعوا. يعني دي المحبة بتفرح. هوش ما اقولوش اللي انت بتعمله ده كويس، اللي بيحبني هو اللي بيقلمني. وشفنا بولس الرسول لانه احب اهل كورنثوس شد عليهم وألمهم. بل تفرح بالحق، وده اللي انت بتقوله، تفرح بالحق، تفرح انها تشوف اللي بتحبهم عايشين صح، وتحتمل كل شيء، تحتمل اساءات الاخرين في محبة غافرة، وتحتمل ضعف الاخرين، ما تحاولش تفضح اخطاء الاخرين وتشقر بيهم، لكن تستر عليهم. واللي كان شهير بالحكاية دي نابو مقار. وتصدق كل شيء. ايه اللي المحبة بتصدقه في كل شيء؟ بتصدق ايه؟ يعني يبقى الانسان عبيط يعني كل كلمة يقولها ويصدقها وخلاص؟ يعني ايه تصدق كل شيء؟ يبقى في حاجتين من تجاه الله. المحبة هتصدق كل شيء الله يقوله لانه بتحب ربنا وعارفة ان ربنا بيحبها، فكل مواعيد الله وكل كلام الله صادق وهي مصدقاه. طب ومن جهة الناس، تصدق باستمرار ما هو الافضل عن الاخرين، ما تفتكرش الحاجة الوحشة على الاخرين، ما تصدقهاش حتى لو كانت صح. يعني لو واحد جه قال لك فلان بيعمل كذا وكذا وكذا امور غلط، ما تصدقهاش. ما تصدقهاش بمعنى انك ما تلزقهاش فيه، ما تثبتهاش في ذهنك. ما تدوش انذار، قال له احكم يا اخي على نفسك
قبل ما يحكموا عليه. ايوه قال له ليه كده؟ لانه بيحبه عايز يتقلبه، مش قال له كده علشان بيقول له انت غلطان وانا فاضحك وعارفك وكشفك. عشان كده المحبة هي المحك، انك تصدق الافضل عن الاخرين لكن ما تصدقش الوحش عنهم. وعلى رأي الناس او في علم الاجتماع يقولوا ان احنا اللي بنصنع الناس، يعني احنا اللي بنخلي ده وحش وبنخلي ده حلو. بحسب ايه؟ بحسب ما نعتقده في الناس ونتعامل به. يعني لو واحد ما بيصدقنيش ومش واثق فيا ومش قادر يديني اي ثقة، هفضل طول عمري غير محل للثقة وغير جدير بالثقة. لكن لو واحد شجعني وثق فيا وصدق فيا واداني استحقاق، هيصنع مني شيء. فاحنا بنعمل الناس كده او بندفع الناس لده او لده. دي مش قاعدة لكن شيء موجود. اللي احنا بنفتكره على الناس، الناس فعلا بيتشكلوا عليه. اذا كنت عايز تعلم ابنك انه يكون جدير بالثقة، ثق فيه، قدم له الثقة، وريه ان هو مصدر ثقة فعلا، اكد له هذا وعامله بان هو مصدر هذه الثقة. واذا كنت من النوع اللي بيشك تملي وبيوسوس، عمر ما ابنك ده هيكون مصدر ثقة، هيطلع متعقد وعارف نفسه ان هو غير جدير وغير اهل بالثقة على الاطلاق. لكن اذا كنت بتحبه ثق فيه. وترجو كل شيء، لا تفقد الرجاء ابدا بالنسبة لاي شخص. زي ام اغسطينوس كانت بتحب اغسطينوس ابنها، ما فقدتش الرجاء لحظة في ان ابنها يتصلح ويتوب ويرجع، وفعلا توبته ورجعته. وتصبر على كل شيء، تستنى. لكن الصبر الاستسلام، ان احنا قدامناش نعمل اي حاجة غير كده، لكن الصبر اللي يخلي الانسان يتغير وينتصر وتصنع من الانسان شيء جميل حلو. المحبة لا تسقط ابدا، ما تقعش ابدا. محبة في قوتها تدوم، ودوامها حتى الموت ما يقدرش عليه. وده اللي بيقوله في سفر النشيد، مياه كثيرة لا تستطيع ان تطفئ المحبة، المحبة اقوى من الموت. فالمحبة قوتها في دوامها، انها مش هتنتهي ابدا. يمكن الحاجات التانية كلها هتخلص وتنتهي وينتهي وقتها، لكن المحبة هي اللي هتظل. ليه؟ لان المحبة دي هي طبيعة الله، لان الله محبة، هو ده اللي هيدوم. يعني اللي بيتكلم بألسنة هيجي وقت والألسنة دي هتطفي، ما مش هيبقى لها لازمة. لما هنروح السماء مفيش حد هيتكلم بلسان. اللي عنده مثلا فضيلة الإيمان، الإيمان ده هينتهي. لما هنروح السماء مش هيبقى فيه ضرورة للإيمان، لأن كل حاجة موجودة قدامنا. الرجاء، الرجاء ده هينتهي لما نطلع السماء. ليه؟ لأن احنا هنرجو ايه؟ اللي كنا بنرجوه وخلاص خدناه. فكل الفضائل هتنتهي، الجهاد هينتهي، لان احنا خلاص ما بقاش في جهاد موضوع قدامنا فوق في السماء. لكن اللي هيدوم المحبة، لان طبيعة العلاقة في السماء او الحياة الابدية هي ان الانسان هيعيش المحبة، لان الله محبة، فاحنا هنعيش الله، يبقى هي المحبة بس اللي هتدوم. عشان كده اللي ما قدرش انه يعيش فكر المحبة على الارض مش هيقدر يعيش فوق في السماء. اللي قلبه ما تفتحش بالحب، بالمحبة المسيحية، محبة الاغابي هنا على الارض، مش هيبقى له وجود فوق، لانه مش هيستحمل. لان الحياة فوق الابدية في معناها هي الاغابي. طب وانا ما اكتسبتهاش على الارض، يبقى ماليش مكان فين؟ في السماء. احنا هنتكلم على الالسنة دلوقتي. لا، الالسنة دي مش تسبيح،
الألسنة دي لغات، وهنتكلم فيه إصحاح كامل عنها دلوقتي. العلم توتر، إن أنا مش هعيش في العلم، أنا هعيش في الواقع. إننا نعلم بعض العلم، دلوقتي عندنا بعض المعرفة، جزء اتكشف لنا، لكن فوق هنعرف كل حاجة تبقى قدامنا واضحة، ونتنبأ بعض التنبؤ، بعض الحاجات بتتكشف لنا عن الله. ولكن متى جاء الكامل فحينئذ يبطل ما هو بعض. لكن لما نبقى في الحياة الأبدية كل حاجة كاملة، مش هيبقى عندي جزء، هيبقى عندي كل شيء كامل. لما كنت طفلا كطفل كنت أتكلم. الطفل باستمرار عنده الجزء، ما عندوش الايه؟ الكل. على حسب إدراكه بيعرف حاجة صغيرة. وكطفل كنت أفطن، كحسب تفكيري كطفل كنت بعرف، وكطفل كنت أفتكر. ولكن لما صرت رجلا، لما بقيت راجل واكتملت في النضج، أبطلت مال الطفل، ما بقاش في داعي لتصرفات الطفل. وبعدين يشبهها بمنظر تاني، منظر الإنسان اللي بيبص في المراية. والمرايات زمان في القرون الاولى ما كانتش المرايات اللي عندنا اللي معمولة من البلور انك تشوف تقف فيها فتشوف نفسك، لا، كانت المرايات معمولة من المعادن المصقولة، يعني النحاس يجيبوه ويسقلوه يلمعوه جامد قوي قوي، فيدي مش الصورة تبقى الاصل، لكن يدي شكل لمعة كده. هي دي المرايات اللي كانت معروفة، وعشان كده بولس استخدم هذا المنظر، قال ان دلوقتي ننظر في مرآة في لغز، يا دوبك احنا بنعرف شد 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 الملامح فقط، لكن فوق حينئذ وجها لوجه، مش هيبقى فيه عكس للضي، لكن هيبقى فيه رؤية واضحة وكاملة. الآن أعرف بعض المعرفة، لكن حينئذ سأعرف كما عرفت. أنا كمان هعرف المعرفة الكاملة زي ما ربنا عارفني المعرفة الكاملة، وكل الكمال ده مش هقدر أوصله إلا إذا كانت المحبة دي أنا عايشها. يبقى سمو المحبة في انها بتدوم، في انها اللي هتبقى حياتنا اللي موجودة فوق كلها عبارة عن المحبة دهيت. وبعدين يقول فليثبت، اما الان فليثبت الايمان والرجاء والمحبة. دول اعظم ثلاث حاجات يسندوا الانسان في حياته لحد ما يوصل فوق، ولكن اعظمهن المحبة. ليه؟ لان هي اللي هتدوم، هي اللي مش هتزول. اذا كان الرجاء هينتهي والايمان هينتهي فستبقى المحبة، عشان كده هي اعظمهن والسمو بتاعها اكتر. دي محبة الاغابي اللي بولس الرسول قال لهم حوريكم حاجة، لو كنتوا انتوا بتسعوا انه يبقى عندكم مواهب، اهل الموهبة دي اجروا وراها وخدوها، لان كل المواهب التانية هتنتهي وهتبطل ومش هتقدروا تاخدوها معاكم فوق، لكن المحبة هي الحاجة الوحيدة اللي هتاخدوها معاكم فوق. عشان كده اقتنوها عيشوها، تحطلهم المحبة بكل ابعادها. وبعد ما قدم المحبة كأعظم موهبة الإنسان ياخدها، جالهم بقى على المشكلة اللي عندهم. دول الشيء الطبيعي الموروث في طبيعة الإنسان، محبة الإيروس اللي بيسموها محبة الذات، المحبة التلذذية أو المحبة الجنسية، إن الإنسان يتلذذ بشيء. المحبة دي اتجاهها للداخل، عايزة تاخد في ليا
دي محبه النفعيه، تديني اديك، تمتعني امتعك، تحبني احبك. دي محبه الاصدقاء، محبه الزوج والزوجه. الاغاني ما تبقاش الا في الانسان المسيحي. لما اي انسان في العالم تيجي يبقى فيه محبه الايروس او محبه فيليا، لكن الاغاني ما تبقاش الا في الانسان المسيحي اللي فيه روح الله. طبعا في درجات، مش كل الصفات ده هي، بس عايز اقول حاجه، ان الصفات دي كلها هتلاقيها مرتبطه بعضيها ببعض. اذا كنت هتحتمل لابد انك لا تظن السوء، ولابد انك لا تفرح بالاسم، ولابد انك تصدق كل شيء. ما تقدرش تاخد حاجه لوحديها، لو اخدت حاجه واحده من الحاجات ده هي هتبص تلاقي السلسله كلها اتجرت مع بعض. انت مش هتوصل لده، انت هتقتني المسيح فتجد ان ده